يو سوري الناس الكل ديسكونكشن على مستوى تيم سبيك ونرجع لكم. اذا مباراه حاسمه من اخر مباراه الليله ما بين التيمبو سوم واستراليس. احمد معي على تيم سبيك. هاي كيفك حبيبي؟ الحمد لله تمام. المباريات الان يعني مش مخلي الواحد غيرنا بس يتحمس ويتشوق لنتائج الاول والثاني والثالث على الجروب بي للاي ام كاتوفيتش. يعني بطبيعة الحال تيمبو ستوم بعد الديسكوفري اللي قمنا بها الفريق البرازيلي حاليا ممكن انه يتفوق على فريق الاستراليس، لكن اختيار ما بكاش على مستوى الفيتو ممكن يصعب المأمورية على الفريق البرازيلي اللي حاليا قاروحوا بلاعبين فقط هاني ولوكاس امام دو براي ديفايس كجومبي في موقف حرج على مستوى البوم سايت اي. يعني كروس فاير حاليا نجم يتم ما بين المين الهاي واي والوايت كار. كيف قاعدين لاحظوا كمبي اللي حاول يتقدم بكل بطء يتمكن من التعرفي لموقع اللعب هاني وسقوط لوكاس وهاني في نفس التوقيت يأمن راوند الاستراليس ديفيوزل 1-0 لصالح الفريق الدانش. يعني شنو انتظاراتك مقارنة بالمباراة هذه؟ تيمبو ستورم اللي تمكن على اغلب الفرق المتواجدة في المجموعة الثانية في وقت اللي استراليس بطبيعة الحال معروفين في المستوى نتاعهم وبمردودهم على اين نطاق ينجموا يسيطروا على المباراة. الاستراليس فريق جيد في الدي اي كاش، لما كان في التي سايد كان عنده قدره على انه يحصل على رانز كثير، فما بالك لو حطيناه في السيت سايد اللي هو امام الفرق اللي مش برو ليفل، يعني مش 100% برو، بكونوا قادرين على انهم يعني على الاقل يجيبوا 9 او 10 جولات من اصل 16. واعتقد استراليس الان لهم الابر هاند ما لم يحدث تمب صار معجزه تخليه يطلع الاول على المجموعه. يعني يتبقى الاشكال انه اذا كان تيمبو ستورم تمكنوا من الانتصار حاليا في المباراه هذه ممكن فما تاي بريكر يتم اللعب نتاعو ما بين التيمبو والفي بي. ما نعرفش هذا بطبيعه الحال الكلام اللي سمعته في صوره انه تيمبو تمكنوا من الانتصار على استراليس. اذا لحد الان 1-0 ايكو راوند ايكو شيح على لاعبين تيمبو يتمكنوا من ايجاد هاتشات على كجامبي جميله للغايه. الحركه هذه للاعب فيلبس اللي قد دبل نتاعو هاتشات ثاني على اللاعب ديفايس. يشكون في ايكو تيمبو ولا استراليس؟ وكيف ما قاعدين نلاحظوا سقوط اللاعب شو تايم لما حال الريفانج للاعبي الاستراليس كانت موجوده وانتظار من اللاعب دوبري على مستوى السيتي ماين يتخلص من فيلبس وبولز في نفس التوقيت 2-0 لاستراليس. ايكو راوند لما حاله ممتازه للفريق البرازيلي. تو كيلز يعني في ايكوراند فقط في 250 واعتقد 1 سموك، يعني ناتج كويس نوعا ما في انك تحصل على تو كيلز. لكن الان هي يعني اول جن راوند هي الفيصل بحيث انه مين الفريق اذا راح يحصل على الهاي راوند بحيث انه الفريق المنافس يروح ايكو، لانه الفريقين بنلاحظ انه في اول طبعا في اول تو راوندز ما لحقوا يعملوا ايكونومي او ما لحقوا يدعموا الايكونومي تاعتهم، فهذا الراوند مهم للفريقين في حصول مع جود ستار. وإذا 2-0 النتيجة لحد الآن باقي تمشي في الأدفانتج نتاع فريق الأستراليس. تيمبو ستورم يتمكنوا من أنهم يوجدوا الأكايز، سوء حظهم بطبيعة الحال يخسروا اللاعب بولتس على أيدي كاريغان، يلقى نفسه ب 11 هيت بوينت، عجز لهنا للاعب تيمبو ستورم في أنه يلقى البيك أب على منافسه، لكن في آخر المطاف مازالت متواصلة كيف ما قاعدين نلاحظوا. ومازالت ماشية في صالح الأستراليس اللي يتخلص من فيلبس كذلك. يعني مقارنة بالمباراة الفارتة ستومو كانوا في نوعا ما جهل الماب كاش ونحسوا انه حتى من التيم بلاي نتاعهم مختلف للغاية عن التيم بلاي اللي قدموه على مستوى ميراج. ايش رايك احمد؟ ميراج تحتاج تيم وورك اكثر من كاش، يعني كل ما بنحتاجها احنا بنحتاج فيها تيم وورك، لكن كاش تتطلب تيم وورك اقل نوعا ما من ميراج، وبالاحرى ميراج تحتاج اكثر. فالتيم ورك هو طبعا هو اللي خلى تيمبو ستورم متفوق عن فياس، فالان بيحتاجوه في الكاش على الاقل عشان يجابهوا السكيل العالي عند لاعبي الاستراليس، خاصه انهم حصلوا على 4-0 الى حد الان في الجروب بي. وكما قاعدين نلاحظوا محاوله نتاع تدخل للتيمبو ستورم حاليا على مستوى البومب سايت اي بثلاثه لاعبين مقابل 5 ممتازه، لان المداخله من عند لاعب شو تايم يتخلصوا من كاريغان بطريقه سهله هات شوت جميله، لكن الاولى 14 هيت بوينت بيك اب من عند لاعب لوكاس على ديفايس سهل ماموري على فريق التيمبو، لكن سقوطه يضع الفريق البرازيلي في موضع خطير للغايه. هيت بوينت فقط بيك اب سهل كجامبي اللي امن الراوند الثالث لصالح استراليس، لو كان ما تخلص منه كجامبي كان بطبيعه الحال فريق استراليس ينتصر بالتايم براوند تايمر. يعني ممكن طريقه متاخره دخل تيمبو ستورم على البومب سايت بي
فريق استراليس بالتجربه نتاعو في كاش يعرف كيف يتصرف مع الريتيكس على مستوى البومب سايت قبل حتى ما يتم زرع السيفو في اي بومب سايت كان. يعني حسب رايك بعد الايكو هذه شنو تنجم تكون الابروتش نتاع فريق تيمبو ستوم باش ينجموا يلقوا ادفانتج على لاعبي استراليس؟ في الراوند الجان راوند الاول لهم لما كانت 2-0 حاولوا يعملوا يعني بيك بكل لاعب لحال، كل لاعب لحال يعمل بيك انه يحاول يجيب كل، ولاعبين فشلوا اعتقد بولز وكمان لاعب فشلوا في انهم يحصلوا على الانتري، وبالتالي صار 3 في 5. لكن المفروض في الراوند الجاي يحاولوا يعملوا الاشي كفريق، يحاولوا يستخدموا اليوتيليتي كفريق بدل من كل لاعب فقط ياخذ بوزيشن يحاول يجيب منها الكل. ممكن كلامك صحيح، يعني انت تخيل انه فريق تيمبو ستوم يذهب ويبحث على انفيدو كيلز على انه بطبيعه الحال يتقدم على بومب سايت يواجه 2 إلى 3 منافسين في نفس التوقيت هكا. احمد ايوه، لكن الاشكال واو دي بري بكوات حاليا بخلي اللعب شو تايم زي في الانتظار في مدخل بومب سايت بي. ممتاز اللاعب دي براي في سبراي فقط يتخلص من 4 من نفسي، كل اللاعب شو تايم حاليا على ممكن انتظار وايس للاعب دي براي وان مان ارمي لاعب الاستراليس يتخلص من لاعبي تيمبو ستون في ايك راوند. حاليا يعني الفريق البرازيلي يتمكن من ايجاد فول باي اوب على ايدي هاني، وممكن تغيير يحصل في اللحظات القادمه على مستوى نتيجه المباراه. الان بما انه معاهم اوب ما في اي اوب في الاسترالس، اعتقد هين وان عنده الادفانتج في انه كيف يطلع بالاوب وكيف يحاول يجيب الانتري، فالشيء هذا يعني ممكن يعطيه ايدج معينه امام لاعبي الاسترالس، خاصه لو ذهب بالاوب زي كل مره للبوست او للاي سايد. لكن وجود الفول يوتيليتي عند لاعبي الاسترالس بدءا بالمولوتوفز تبعت الميد وانتهاء بالثري ديفيوز كيتس، اعتقد يعني حتى لو في حاله انهم دخلوا على السايت وطريقه لعبهم الريتيك راح تكون صعبه، خاصه انه اليوتيليتي موجوده لسه عند الاسترالس. يوتيليتي موجوده لكن غياب تام للسموكس حاليا على ايدي الاستراليس، يعني عند انتظار السموكس الحاليه يعني من الصعب على استراليس انهم يغطيوا على مناطقهم الدفاعيه. لاعبي تيمبو ستورم مازالوا من فول يوتيليتي، سموكس متواجدين، الفلاشز كذلك، المولوتوفز ايضا، لاحظوا معنا يعني انطلاق متاخر ممكن نسبيا على مستوى الميدل من لاعبي التيمبو ستورم. مولوتوف بطبيعه الحال ما عندهش مفعول كبير على لاعبي استراليس، بس مازال في الانتظار على الليفت سايد للميدل، وهيد شوت خياليه على اللاعب ديفايس، كاريجان جومبي موجودين في الميدل يتخلصوا من لاعبي تيمبو ستورم، وكما نلاحظوا كجومبي بتريبل كيل يامن راوند خامس الاستراليس. ما قاعدين نشوفوا حاليا التيمبو ستورم في فشل تام، وحتى وجود الاوب على ايدي هاني ما كان عنده حتى نجاعه على لاعبين الفريق الدانش. من الملاحظات الصغيرة على طريقة انك تاخذ ميد بول اوف سموكس، كان لازم يكون فيها مولوتوف على الفنس، لانه اي كروس فاير ممكن يكون موجود على الـ على الـ على الميد بكون الفنس هي الاساس فيه، فانت متى ما خليت الفنس كلين باستخدامك للمولوتوف ممكن في الول اوف سموكس تجبر اللاعبين حتى لو واحد فيهم ماسك ميد لحاله انه يتركها عشان يلعبوها على الريتيك، وبالتالي انت بتحصل على فري فنس وبتكسر اي كروس فاير موجود في الميد. ليش هذا ما عملوه؟ كلفهم انه كيجن بيجي بتربل كيل في جن راوند. ويعني كما قاعدين نلاحظوا فشل تام من عند تيمبو ستورم حتى في مؤاخذة البوم سايد بي بطريقة مبدئية، حاصل حظ شو تايم وبولز كانوا متمركزين كيف ما يلزموا يتخلصوا من كجامبي وديفايس. مباراة مازالت متواصلة والاوب على ايدي بولز، فلاش من وراه مولوتوف يأثر على اللاعب بولز بطبيعة الحال يلزو باش انه يبدل التمركز نتاعو. اوي 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 ملا بولز ناصر باش يكفر لحظة واحدة. لا ما كفرش ناصر. اذا 16 فولورز ونخلطوا ال 500 فولور، اذا نصف الطريق للوصول اذا للجيف اواي نتاع النايف الهانسمان كريمسون ويب، راح يجيكم ينجم ينتصر بها من هنا الى اخر الاي اس ال برو ليج. يعني اذهبوا قوموا بالفولو اصدقائي وصديقاتي، نحب نشكركم لحد الان لتشجيعكم اللي قاعد يعاون فينا باش انا نحسوا في محتوانا مره بعد مره. اذا ايش رايك في سكوب هذايا، جامبينج سكوب نتاع اللاعب نتاع اللاعب هاني بولتس؟ اعتذر، ايش رايك احمد؟ يعني بصراحة غريب انه جامب من بوكس ونزول سكوب اوكي على طول، يعني لان بلاحظ انه في اي اكسكيوشن سريعة بوجود سموكس، ولكن زيت نكس يقف البوش عند حده 2 في 2 الان
سي 4 داخل السايت دروب من اللاعبين داخل السايت والبومب بلانت امينينس. زايبكس يقوم بروتيشن، ممكن يحاول يرجع لهوني يبحث على الباك ستاب على لاعبي التمبو ستوم، انتظار من عند هاني يتلقى هيد شوت من عند اللاعب كاريغان الدقيقه، ونتصور انه اللاعب فيلبس عنده ما يكفي من الوقت يقوم بالبوم بلانت في مركز روحه بطريقه تمكنه من انه يتخلص من منافسيه بطريقه نوعا ما ناجعه سهله نسبيا، يعني محاوله نتاع التدخل في وسط السموك. سايبكس حال ينتظر مداخله من عند لاعب التامبو ستورم، او ممتاز سبراي من عند زايبكس. تعرف انه اللاعب فيلبس يحاول انه يتخبى في السموك، ديفيوز اللي مكن استراليس من راوند سادس لصالحهم. خبر سيء هذا للتيمبو ستورم، ولكن لانهم الان الماني سيتويشن تاعتهم المفروض تكون متدنيه، ولكن بما انهم الراوند اللي فازوا فيها قبل كانت ايكو، الان بتلاقي انه عندهم فول بوي وحتى عندهم اوب على ايد هين وان. هين وان الان محتاج انه يعني يستفيد من الاوب تبعه، بلاحظ انه هو اللور على سكور بورد 2 كيلز و6 ديث، ما مش ملاحظين له اي تاثير اي شيء، مع انه هو يعني متعودين منه يكون هو الستار تبع الفريق، هو التوب فراجر. فهنون محتاج انه الان يفعل الاوب تبعه ويقوم بقياده فريقه نحو على الاقل على الاقل خمس او ست راوندات في هذا الهاف. يعني هذا سكوب اللي حكينا بطبيعه الحال، لكن لحد الان النتيجه ليست محسومه ما بين الفريقين. تيمبو ستورم استراليس مباراة مازالت متواصلة بطبيعة الحال. الفريق الدانش حاليا عنده السيطرة، يلعب على سترونجرز على سترونج سايد اللي ما بكاش، خمسة لاعبين نزلوا على قيد الحياة في التو كامبس، اوب على ايدي هاني. بطبيعة الحال بقية السكواد على خلاف لوكاس اي كي 47، لوكاس يتقدم لنا بتاك ناين حاليا. مازال ما ريناش دبل اوب على ايدي استراليس، ليسوا اذا في نيد لايجاد الدبل اوب حاليا بحكم انه خطوطهم الدفاعية متمكنة بالتكافل بالدفاع. بومب سايدز من دون وجود اكثر من اوب وحيد في الماب، نلاحظوا مولوتوف من عند لوكاس على مستوى الميدل، استباقيه بطبيعه الحال تاكنا من عند لوكاس باش يحاولوا انهم يبحثوا به ممكن على تمركز لاعبين الاستراليس. مولوتوف بلا عنوان من غير لا تلقى اي تارجت، محاوله حاليا للمرور ممكن في اتجاه الهاي واي، الكونكتر خالي، سموك بطبيعه الحال موجود في التغطيه كذلك، نايد استباقية من عند اللاعب لوكاس، ومرور على مستوى تشاكرز، تغيير في البلانز وفي الاتجاه، فيلبس يلقى الهيد شوت على منافسه كجامبي، مداخلة من عند لوكاس، فانغاردي الفريق بتاعه يدخل على البومب سايت، بس من دوبري في ريفانش اللي كان مزكي تخلص من بولز والتمركز نتاع المنافس. ونفس تيمبو ستون كاريغان كان خلصوا من اللاعب هاني، وبيك اب ممتاز من عند فيلبس، خلصوا من زايباكس 2 في 2 مع لوكاس اللي ما تبقى له الا 16 هيت بوينت، نو يوتيليتيز على ايدي لاعبي على لاعبي الستورم، وجرينيد ممتازه من كاريغان من لوكاس، لما يبقى الا شو تايم اللي سبراي بطبيعه الحال بطريقه استباقيه يحاول يتخلص من ديفايس اللي كان بطبيعه الحال معروف على مستوى الهيفن، تخلص من نفسه بطريقه سريعه اللي تخلص من نفسه بطريقه سريعه ويقوم بالدفيوز ويأمن الراوند السابع لصالح الأستراليس. تاكتيكال بوز الهوني مطلوب من عند لاعبي التيمبو ستورم، جيد للغايه التايمينغ. الفريق البرازيلي ممكن انه يحاول انه يبحث على حلول تمكنه من تعدي الخطوط الدفاعيه الاستراليس، ممكن التاكتيكال بوز هذه كانت مطلوبه احل مبكره اكثر من هذه، كنت نتصور انه بطبيعه الحال الفريق البرازيلي باش يتمكن من التعرف على الاشكاليات نتاعو قبل الراند الحالي. في هذا الحال استراليس في سيطرة تامة على الوضع، وممكن إشكالية صغيرة يعني فيها لاعب لاعبي التيمبو ستورم.
العوده للمباراه. تيمبو ستورم بطبيعه الحال بعد التاكتيكال بوز لقوا انفسهم في ايكو راوند نسبيا، محاولة متاع تدخل من عند الفريق البرازيلي حاليا على مستوى المين الحال توقف شكرا للسموك اللي قام استعمالها اللاعب زايبكس حاليا. فلاش استباقي انسنديري، تمكن لاعب زايبكس من التعرف على موقع اللاعب بولتس اللي يمر على مستوى البومب سايت، هيد شوت من زايبكس وكاجامبي، وما يبقى الا بولتس على قيد الحياة يسقط وراه ما يبقى الا اللاعب شو تايم او اللي يمر عن طريق الميدل يشوف يجد الدعمج الكافي، واستراليس في مره اخرى يتمكن من ايجاد راوند يرفعهم لنتيجه 8-1، وتيمبو ستورم يواجهوا في اشكال كبير تكتيكي ونجاعي امام المنافسين نتاعهم. ولأن الراوند العاشر بطبيعة الحال لا يختلف ممكن على الراوندز اللي من قبل، إلا في صورة أن التيمبو ستورم تمكنوا من إيجاد حلول يمكنوهم من أنهم يواجهوا منافسيهم من الأستراليس. يعني بطبيعة الحال التيمبو ستورم في محاولاتهم من أنهم يدخلوا يقوموا ببريتش على بومب سايت أيا كان، من أي بومب سايت كان، يعني باش يطلب الكثير من اليوتيليتي والكثير من الحنكه. يعني من الصعب انك تتمكن من التدخل على اي بومب سايت من دون يوتيليتي ومن دون تيم بلاي. يعني لحد الان ما فماش استغلال على مستوى السكويكي، ليس هناك استغلال كذلك على مستوى الفانت عند المرور من البومب سايت بي، يعني اتجاه واحد فردي يونيك واي يمروا منه لاعبي تيمبو ستورم، وهذا بطبيعه الحال يخلق اللاين اب ويمكن فريق الاستراليس من انه يلقى البيك اب بسهوله تامه. كاريغان في ايجاد دبل على لوكاس وفيلبس، زايبكس يدخل يتخلص من هاني وما يبقى الا شو تايم على قيد الحياه اللي يحاول يبقى حي، لكن زايبكس يتخلص منه و9-1 لصالح الاستراليس. Sorry for the disconnection. No problem, حبيبي أحمد. لباس كيفك؟ الحمد connection لله. stable توا؟ It's okay now, it's okay and everything's fine. كل شيء okay, تمام ممتاز. والأمور ماشية. 9-1 على نتيجة 7-1. تيمبو ستورم طلبوا تاكتيكال بوز، ولحد الآن النتيجة من وقتها لحد الآن صعدت ل 7-1، 9-1 أعتذر. يعني إيش رأيك أحمد؟ اعتقد المشكله مش تاكتيكال، يعني كل خططهم التكتيكيه بصراحه ممتازه، لكن بوجود لاعب مثل دوبري جاب ايس في البي سايد قبل هيك، هذا الاشي يعني ما اعتقد في خطه ممكن توقفه الان. حتى يعني لو طلعنا سكور بورد لاحظنا حتى كريغن هو التوب على السكور بورد، يعني الامور مش تاكتيكال، انك محتاج الى خطه لكن محتاج الى لصحصحه النجاعه بالضبط، انه انت بدك تصحصح عشان توصل للتوب اوف يور ليفل، ووقتها انت ممكن تنافس استراليس. الان 10-1، يعني التيمبو ستورم فضع يعني لا يحسدوا عليه. هن 1 برضه هو يعني لسه اخر واحد على السكور بورد ب 2-10، يعني المفروض يعمل كاري هو اقل واحد، فالمشاكل واضحه عند التيمبو ستورم. ويعني الفريق اللي كنا نشاهده فيه امام الانفياس على مستوى ميراج وكينو سوب شو اسمه سراب اندثر، يعني سراب واختفى. يعني تيمبو ستورم حاليا في وضع الانفياس في المباراة الفارطة، قاعدين نلاحظوا الاستراليس قاعدين يتمكنوا من السيطرة عليهم كيف ما سيطروا بالضبط على الفيس كلان في مناسبة أخرى. هاني يعني يتمكن من ايجاد دبل على كاريغان وزايبكس، ممتاز الوول بانج اللي مكن اللاعب التيمبو ستورم من فتح البومب سايت اي لفريقه، ما يبقى للاعب فقط متمركز على مستوى البومب سايت بي، لكن نتساءلوا هل انه من الممكن للاعبي التيمبو ستورم انهم يمروا عن طريق بطبيعه الحال جدار الصد للاعب. هي اللي احنا شايفين انه هم كانوا بيحاولوا يدخلوا، ولكن يعني ديفايس حصل على اول كيلو، الان اللاعبين قاعدين متجمعوا في الايمين للاي بوش. يعني كمان لاحظوا ديفايس مازال قاعد يحاول يصد يعني
مداخلات التيمبو ستوم اللي حاليا ما يتبقى لهم الا 43 ثانيه. يعني لهنا نقطه ونحب نوضحها، وهو سرعه التيمبو ستوم في المداخلات نتاعهم. يعني يخسر كثير من اللاعبين قبل حتى الدخول في الدقيقه الثانيه للراوند تايم، ولهنا هاتشت على ديفايس من اللاعب فيلبس اللي مكنه من انه يامن البومب سايت اي الفريق نتاعه. انتظار هوني بطبيعه الحال عند اللاعب كجامبي وديبراي، وديبراي هذا الاخير يلقى اوب حاليا ممكن يمكنه من لونج جراند سبورت او انه يسيب سلاح للراوند قادم. كل شيء يبقى ممكن. 4-2 ليس بالوضعية المستحيلة للاعبي الأستراليس. يعني كما لاحظوا هات شوت من لوكاس ما ترحمش ديبراي، واخر لاعب متبقي اللي هو كجامبي يحاول انه ينقص في عدد لاعبي التيمبو ستورم وينجح في ذلك، يتخلص من لوكاس في بطبيعه الحال وضع مبدئي، مازال يبحث على منافسي ويظل في اخر حلقه باش يحاول يسيف الانفورم نتاعو هذا ليحصل 10-2 اذا ما بين الاستراليس والتيمبو ستورم. في الراوند الماضي يعني يحاولوا الاسترالس انهم يغيروا من طريقه تعاملهم مع الاي سايد، هم صحيح معاهم اوب في اي ديفايس لكن حاولوا انهم يلعبوا انهم ياخذوا الاي مين. هذا الاشي اعطى لهين وان القدره على انه يحصل على تو ايزي كيلز على اللاعبين اللي عملوا بوش، اعتقد كاريجان وزيبنكس اللي هم الاثنين التوب على السكور بورد بتاع الاسترالس. فيعني الأهمية اللي كانت أو اللاعبين ذوي الأهمية اللي كانوا ماسكين الجيم للأستراليس هن وان حصل على انتريز عليهم، يعني هذا الإشي سهل جدا من مهمتهم في دخولهم للإي سايد، ومع تأخر جد مع تأخر كبير في الروتيشن من البي سايد للإيه. الآن هن وان حصل على انتري أخرى على ديفايس في الإي سايد في السكويكي. وكما قاعدين نلاحظوا كجامبي يتلقى القليل من الدمج على مستوى الوول بانك من الميدل بانك بعد سقوط قبل سقوط اللاعب ديفايس بطبيعه الحال. ولاعبي تيمبو ستورم حاليا مازالوا يبحثوا نوعا ما على مدخل على مستوى البومب سايت اي تقريبا، لان يعني فشل من عند اللاعب هاني في انه يلقى الدمج بالوو بانك على مستوى البومب سايت. يحاول انه يضغط براندوم شوتس على لاعبي الاستراليس متواجدين على مستوى البومب سايت اي، ومازال ما نعرفش. يعني تيمبو ستوم قاعدين يتحركوا بطريقه كبيره على مستوى الماب، ويعني امبريدكتبل الحركات نتاعهم، لكن كجامبي حاجه واضحه يتخلص من منافسه فيلبس. بطبيعه الحال يقوم روتيشن ممكن في اتجاه البوم سايت اي، انتظار هوني من عند لاعبين تيمبو ستوم على مستوى المين سموك مبدئي مولوتوف فلاش خاطئ نسبيا، بوت يضر منها بطريقه كبيره ومداخله لهنا دور الفشل وسايد بانكس وكاريجان وكجامبي يفسخوا لاعبي تيمبو ستوم في لمح البصر وينتصروا بنتيجه 11-2 لحد الان في الفيرست هاف. تيمبو ستورم ما كانوا محتاجين انهم يعني يتركوا لاعبين في الميد بالطريقه الخاطئه اللي عملوها. يعني نفس ما حكينا قبل ما بيرموا مولوتوف على الفنس، بيخلي اللاعب مثل كيجن بي عنده الادفانتيج بوزيشن في الفنس انه يحصل على كله حتى يرجع البي سايت من غير دامج يذكر. ف خسروا اللاعبين بطريقه ما كان مطلوب فيها انهم يخسروها، ولما دخلوا على الاي سايد دخلوا من غير ما يشيلوا لاعبين مثل كاريجان عفوا بالاوب او زيبنكس اللي حصل بدبل على دبل كيل من غير ما اي حد ناقص منه اتش بي. فطريقة دخولهم على السايد كانت خاطئة، والآن بلاحظ إنه كيجن بي حصل على دبل كيل في البي سايد. ويعني تيمبو ستوم حاليا يحاولوا انهم يحفروا على الخطوط الدفاعيه للاعبي الاستراليس. يعني تيمبو ستوم في كل مناسبه قاعدين يتمكنوا من ايجاد كيلز، لكن من وراء الكيلز هل انه فما كونكريتيزيشن لاعبي تيمبو ستوم؟ هذا هو الخطا. تصور انه بعد تلقى بيك لازم كفريق تبحث على مدخل بوم سايت اي، تنجم يو كان تيك ادفانتج من العمليه اللي تقوم بها حاليا. يعني تيمبو ستوم ينجموا يدخلوا على مستوى البوم سايت بي بعد لا تخلصوا من اللاعب ديفايس اللي كان ينتظر على مستوى على مستوى الميدل. بطبيعه الحال هذه حاجه تلز الروتيشن على مستوى الميدل من عند كاريجان، ومداخله تصير بطريقه حتميه. ولاحظوا كيفاش كجامبي يلقى روحه في 1 في 1 ام ام بولز هيد شوت وبادي شوت من عند كجامبي تخلصوا من لوكاس. يعني بالواحد بالواحد لاعبي تيمبو ستوم قاعدين يسقطوا على ايدي فريق الاستراليس. بطبيعه الحال 1 في 2 واوب على ايدي هاني يحاول يتدخل على مستوى البومب سايت. بطبيعه الحال الكروس فاير ممكن يتم في اي لحظه حاليا، سايبكس يحاول يتقدم في اتجاه البومب سايت بي وخاني يتخلص من كجامبي، يدخل للبوم سايت يبلانتي سي 4 غياب بطبيعه الحال الكافلر او ممتازه من هاني، لكن البريسيجن ما كانش في الموعد. محاوله للبوم بلانت في مناسبه اخرى كيف ما لاحظوا اللاعب زايبكس يحاول يضغط على منافسه، محاوله لهنا بتاع ضغط في مناسبه اخرى بمولوتوف يضرب بها نسبيا اللاعب هاني.
لاحظوا سايباكس يسقط من الهافن، وهاني بطبيعة الحال عنده شكوكه على الموضوع هذا، زي قاعد ينتظر على مستوى الهافن، فما حتى حراك من زايباكس، فلهاني هاني لازم يتعرف حاليا على الموقع نتاع المنافس نتاعو. زايباكس سبراي ويتخلص من هاني ويمن الراوند الثاني عشر الفريق الاستراليس. ممتاز لعب زايباكس الحراك نتاعو. زبنكس كلاعب احيانا بيلعب كسولو ديفندر، بتكون عنده الكلتش، الكلتش بوتنشال عالي جدا، يعني امكانيه انه يفوز كلتش زي هيك عاليه. بنلاحظ انه رمى تو مولوتوفز، يعني مولوتوف منه مولوتوف من الارض، رماهم على اللاعب بس عشان يعني يطلع من البوزيشن تبعته. وبما انك شفت لاعب في الهيفن رمى تو مولوتوفز، فانت بتوقع انه حيكون لسه في الهيفن، لكن هو غير مكان، نزل على السيتي وتحرك، الحركيه تبعته كانت ممتازه امام اوبر. يعني الاوبر ما صعب انه يجيب لاعب بنط او لاعب مثلا بيعمل صوت في مكان تاني. فبصراحه يعني تعامل جيد من الكلاتش مع من زبنكس، و12-2 خلت النتيجه للاسترالس. ويعني هذا يخلينا بطبيعه الحال نعيش في ظل نتيجه مضحكه للاسترالس 12-2 تمبو ستوم في عجز تام على مستوى المباراه الحاليه. كما قاعدين نلاحظ محاولة نتاع تدخل عنيف على مستوى البومب سايت، اي كاريجان يتخلص من لوكاس، سقوط البوند، مازالت محاولة نتاع التدخل متواصلة في حيث فيلت يلقى الهاتش على اللاعب كاريجان في بيك اب ثاني ممكن لا ما فماش بيك اب ثاني، ودي بري يجمد سيزي اوتو وينتهي الفيرست هاف بانتصار استراليس النتيجة 13-2. سكند هاف حسب رايك احمد، هل سينقلب لصالح التيمبو ستورم او هل ان المباراة بتكمل في نفس النسق؟ يعني هي البسترون ممكن تعطينا تلميح على كيف حيكون السكند هاف، لكن اعتقد انه استراليس هم عندهم القدره انهم يخلصوها، حتى اعتقد 16-2، خاصه انه يعني لما توصل لمرحله انه بس بتجيب راوند واحد بعد 5 جولات تخسرها، بعدين تخسر كمان 5 عشان تجيب كمان راوند، ليش يعني حتى معنويا محطم للاعبين، الا اذا كان عندهم القدره الان على انهم ينسوا النتيجه 13-2 ويفكروا انه براوند باي راوند، احنا بس نفوز الراوند هذا والراوند كل راوند حنوصل عليه حنلازم نجيب نفوز وخلاص. هاي المايند سيت اللي بتحتاجها في الكامباك. بالضبط، مايند سيت لا محاله ما يتساويش مع او ما يتوازيش مع النتيجه الحاليه ما بين التيمبو ستورم والاستراليس. ممتاز لوكاس اللي يتمكن من التخلص من ديوبري وكاجامبي ويضع فريق الاستراليس في محنه حاليا، رغم لانهم يدخلوا بطريقه سهله على مستوى البومب سايت اي. شوفوا الخطا الهوني بتاع التمركز من اللاعب شو تايم اللي لز بولز مش انه يتوجه للوايت كارد بطبيعه الحال، محاوله متعرضه عن بعد، لاعبين الاستراليس يعرفوا كيفاش يواجهوا اليو اس بي ويخيروا انهم يختبئوا في وسط البومب سايت. ومداهمة من عند 4 لاعبين من السكواد نتاع تيمبو ستورم، البي 2 كي نتاع فيلت ممكن يعطي النجاح الكافية. اوه ممتاز لوكاس يتخلص من ديفايس بطريقة سريعة للغاية. كما قاعدين نلاحظوا لاعبين يتبقوا لهم كاريجن وزايباكس، تلقى في كثير من الدبل. اوه ذات نايف من هاني يتخلص من زايباكس، كاريجن في هيد شوت يلقى البيك اب على لوكاس في 2 في 1 بولز، يلقى الهيد شوت على كاريجن ويأمن الراوند الثالث للتيمبو ستورم في اول في بيستل راوند السكند هاف. Well played لتيمبو ستورم، وخاصة النايف من عند اللاعب هاني على منافسه زايباكس. وهنوان الآن عنده القدرة على إنه يشتري الأوب، فيعني راح تكون إهانة للاعبي الأستراليس إنه يلعب أوب من السكند راوند. الإشي الجيد في الراوند الماضي كيف لوكاس قدر يحصل على 2 هيد شوتس في بداية الراوند، يعني جعلت قدرة أستراليس على العودة للمباراة شبه مستحيلة، يعني بعد ما هم دخلوا على الأي سايد كانوا خسرانين كل البوزيشن حوالين الاي سايد في الاي مين في السيتي وحتى في الشورت. ف يعني حتى النايف هاي مكمله لما كانت البيست راوند بتعني. ويعني كيف ما قاعدين لعبوا كيف ما قاعدين لاحظوا بطبيعه الحال مباراه ما بين التيمبو ستورم واستراليس، رغم انه الادفانتج ذهب بطريقه كبيره كبيره للاسترالس، تيمبو ستورم ما يتوقفوش على مستوى المومنتوم نتاعهم، ولاحظوا ان السيتي سايد نتاعهم قاعد يعطي في قوه جباره للفريق البرازيلي اللي ممكن انه يرجع مر المباراه 13-4 لحد الان. يعني تيمبو ستورم انه لاعبين الاسترالس كانوا في ايكاو، تيمبو ستورم ممكن انهم يسيطروا على الوضع حتى في الراوند الحالي اللي جاني قليل على ايدي ديبري، كذلك تاكنان على ايدي كاريجان، ما يعنيش بطبيعه الحال نتيجه جيده للراوند الحالي. شنو رايك احمد امام السيت اب نتاع الاسلحه اللي قدم فيه الاسترالس؟ استرالس الان وصل ل 13 راوند، اعتقد مش كانوا مش محتاجين انهم يعملوا فورس باي بطريقه هاي، يعني ممكن بس يشتروا تيك ناينز وسموك فلاش لكل لاعب بانهم يحصل بعدها على اكسكيوشن، او على الاقل يعني يجيبوا فيه كيلز، او على الاقل انهم يعملوا بلان، فهذا الاشي يعني كان يفترض فيهم. فمش عارف ليش هم مستعجلين على انهم يعملوا باي ب 3 اي كيز و1 قليل و1 تيك ناين،
لكن الان يعني لو تحصلوا على الراوند هذا بالباي اللي معاهم يعني بكونوا كفوا ووفوا بصراحة. يعني كيف ما قاعدين نلاحظوا حاليا الباي نتاع لاعبين استراليس 18 مفعول في الراوند الحالي، اللي لاحظوا سقوط اللاعب كجامبي والدعمج اللي تلقاوه لاعبين استراليس تقريبا مازالوا ما دخلوش حتى على بامب سايت، دقيقة فقط مرت على انطلاق الفيرست هاف. مازالوا تامبو ستوم يحاولوا انهم يدخلوا على اعتذر الاستراليس يحاولوا يدخلوا على مستوى الميدل، ممكن مرور من الفان في اتجاه تشاكرز، لكن شيء ما واضح حاليا. فلاش ممكن ينطلق على مستوى الهاي واي، يعمل بطبيعة الحال تغطية مؤقتة للاعب زايباكس يتمكن من التعرف على موقع الشو تايم، لا الشو تايم كان بالأحرى هاني يطرحه 82 هيد بوينت، يعني الدمج كان طفيف للغاية. زايباكس هيد شوت يتخلص من فيلبس، دوبري يسقط على ايدي لوكاس او الا كاريجن اللي يتيح من وراه دوبري اللي ما يطولش. 13 5 تيمبو ستورم يرجع بقوة في عمر المباراة. استراليس نظرا للو يوتيلتي اللي عندهم حاولوا بس انهم ياخذوا الميد وابقوا على سموك واحده عشان يدخلوا فيها البي سايد. تيمبو ستون بعد ما تحصلوا على اول كل لعبوها بذكاء، لعبوا فقط بلاعب واحد في الزد اللي هي الكونكتر وبلاعبين في كل سايد، بحيث انه حتى لو خسرت الميد في عندك لاعبين يدافعوا عن كل سايد ممكن يصير عليه سبليت. هذا بصراحه اختيار جيد بعد ما تحصل على المان ادفانتج، وهذا الاشي بالذات اللي ساعدهم على انهم ياخذوا التريدز الممتازه ويدافعوا عن البي سايد. ويعني فريق فاكيمبو ستوم يكمل بطبيعه الحال في نفس النمط ويتخلص من المنافسين من استراليس بطريقه سريعه للغايه، يعني حتى اذا كان باش نعلق ما عندي ما نعلق مجزره فيها تم معنى الكلمه في حق او ديفايس ديفايس يلعب مع مونيت حصل على الكيل هيد شوت على هاني ممتاز الديسريسبكت من عند اللاعب استراليس يخلص من المنافس وهاني بطريقه مضحكه وكوميكيه للغايه. اذا يعني كما قلنا احمد استراليس تو يلقاو الفول باي نتاعهم، ممكن اجت اوب على ايدي اللاعب ديفايس ينجم يقلب نسبيا المباراه، ما نعرفش نتصور انه اللونج ران سبورت والبحث على الفار واي كيلز على ايدي لاعب الاستراليس ديفايس ينجم يقلب المباراه راسا على عقب. ايه بس ديفايس لو طلعنا على السكور تبعه 8 12 على الرغم انه فريقه فايز 13 6، فالان بحاول يعملوا فاست اكسكيوشن على اي سايد بحيث انهم يرموا سموك على الكواد وسموك اعتقد لجوا السايد وبفلاش جوا هذا السموك ممكن يعملوا بوش من عند السايد اليمين للسايد. هذا الان نحن بنلاحظ انه بصير، لكن دوبري وبتيم كل على الكاريجان وبعدين ديفايس وكزبنكس يرجعوا على لوكاس وبول 2 في 4 من غير دخول الصفر على السايد 1 في 4 الان 1 في 3 عفوا من دوبري. يعني صراحه يعني محاوله جيده من الاسترالس لكن مش بيرفكتلي اكسكيوتد، بالعكس هي بادلي اكسكيوتد بادلي اكسكيوتد للغايه. لكن ما فهمتش اذا كان هل انهم الاسترالس قاعدين يلعبوا بالغلط بالخطا ام انه تيمبو ستورم الدفاع نتاعهم بالحق امبريتشبل. هو السؤال يعني لحد الحين راهو الاسترالس قادم من راوند خمسه راوند فايف راوند متالين اللي ما تمكنوش الاسترالس انهم يحققوا فيه ولا انتصار واحد ولا بومب لانت وحيد كان على مستوى البيستل راوند. الان محاوله لعمل سبليت بي على من داخل الفينتس وشو تايم يحصل على تو كيلز ولوكاس بوان كيل، يعني ممتاز الدفاع الان من تيمبو ستورم ملاحظين انه قوي جدا متماسك ما بيوقع في اخطاء صغيره يعني او اخطاء ممكن تكون فادحه في الديفنس، فهذا الشيء يعني ممكن يسبب ازمه الان لفريق الاسترالس خاصه بوجود دبل اوب عند الشو تايم وعند هن وان. يعني الدبل اوب هذا باش يزيد ديفنسيف لاير اخرى على ايدي تيمبو ستورم على مستوى البوم سايت اي واوب كذلك على مستوى البوم سايت بي، يعني وان مان على البي في التغطيه ممكن تجي وجه لوجه مع احد منافسيه ممتاز الهوني يمكن دوبري من انه يوجد الهات شوت على منافسه لوكاس على مستوى الميدل، في وقت اللي شو تايم ممكن في انتظار انه يلاقي المنافس نتاعه على مستوى التوكسيك، ان فما حتى حراك من عند لاعبي الاستراليس هيد بوينت فقط يتبقى عند ريبراي اللي باش يحاول يتقدم في اتجاه البومب سايد بي، سموك لانه مبدئي ممكن يتقذف من عنده على مستوى مدخل، اذا البومب سايد بي اختي كيف ما قاعدين نلاحظوا سقوط لاعب زايباكس على ايدي هاني كان ان افويدبل بطبيعه الحال.
الطوابق نزلت وقف على مستوى البي اوتسايد، والاستراليس في فتره متاع شك كبيره جاهلين شنو اللي لازم يعملوا بالضبط باش يتمكنوا من الانتصار على منافسيهم. في لما تكون 4 في 4 بنلاحظ انه كل لاعبين راح يكونوا في سايت، فمحتاجين الان انهم يعملوا بروبر سبليت، يعني يعمل سبليت لازم يكون جيد عشان تدخل فيه على سايت. لكن انا بنلاحظ انه ديفايس حصل على البيك على هين 1، هذا راح يسرع الروتيشن للاي سايت، ممكن يعمل هاني مشكله. هاني ولكن مثل هاني الشاكر اسمه هاني، اوكي 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 ولكن هذا ما يمنعش انه مازال فما اوب ويقف عند شو تايم قام سرق تمبل ستون من دوبري، لكن لما خلى الريفنج كانت موجوده من عند كاريغان وكات جامبي، واخيرا راوند لصالح الاستراليس، اخيرا راوند لصالح الاستراليس. وضع مالي عند لاعبي تمبل ستون لا باس به، يمكن الفريق البرازيلي من انه يلقى فول باي حاليا. كانت مشكلة الآن للتيمبو ستورم في أنهم فقدوا اللاعب الوحيد في الأي سايد، فهذا خلى اللاعبين في البي سايد مترددين بحيث أنهم يبقوا في السايد أو أنهم يدخلوا. فلما بدأت الإكسكيوشن على البي سايد من الفنتس ومن من البي تونلز، كان الإشي بصراحة يعني أنفورشنت، يعني عبارة عن سوء حظ للتيمبو ستورم بحيث أنه ما كانوا في البوزيشنز اللي كانوا بيحتاجوها عشان يعملوا الديفند للسايد. وبطبيعة الحال كيف ما نشاهدوا 14-8 النتيجة لحد الآن، هات شوت من عند هاني على اللاعب ديفايس، أربع لاعبين على قيد الحياة من السكواد نتاع الأستراليس. يعني المباراة مازالت متواصلة كيف ما قاعدين نلاحظوا، محاولة نتاع التدخل من عند لاعبين الأستراليس على مستوى البومب سايت أي، ممكن أوب من عند هاني في مناسبة أخرى يتخلص من ديوبري، والتغطية موجودة بالإم 4، لكن هيك جامبي يتخلص من هاني بطريقة سريعة للغاية، البريتش يحصل البومب سايت يتم التدخل فيه، هات شوت من عند بولت، وكذلك التغطية من عند اللاعب شو تايم اللي يحاول انه يبحث على التمركز نتاع منافسيه زايباكس 16 هيد بوينت، يتلقى هات شوت من ورا سموك بولت يتخلص من زايباكس، يبقى للاعب وحيد هو كاريغان تحت ايدي شو تايم، و14-9 ستامبو ستوم يقتربوا اكثر واكثر من تعديل النتيجه. مخيف سيناريو حاليا احمد. الامر هذا يعني لا مفر منه للاستراليس، خاصه انهم الان امام ايكو، ف14-10 النتيجه، وتمبو ستورم في مومنتوم ممتاز، خسروا الراوند ما وقعوا للضغط اللي صار عليهم، بالعكس رجعوا الراوند اللي بعديه وجابوه بقوه ومع بقاء اربع لاعبين قيد الحياه. فاستراليس الان في مرحله صعبه في محاولتهم انهم على الاقل يوصلوا ال 15 اللي تامن لهم الاوفر تايم لو الحال اصبح صعب على الاقل، وممكن راو ذلك خاصه اذا كان يبقى أو ممكن يرتكزوا على اخطاء لاعبين الاستراليس، مثل خطا تمركز ديفايس وكاريغان حاليا اللي مكن لوكاس وفيلبس من انهم يلقوا بيك ابس لمنافسيهم. ايكو راوند صحيح، لكن لاحظنا انه تيمبل ستون في ميراج حتى في ايكو راوند حاولوا انهم ينتصروا كذلك في اخر راوند، واخر راوند انتصروا فيه بطبيعه الحال، تمكنوا من ايجاد راوند 16 فيه كان ايكو، ولاحظنا بولز وسكواد نتاع التيمبو تحاول تلعب اجريسفلي، تايم اوت مطلوب من عند كاريغان لصالح لاعبي الاستراليس. حسب رايك شنو باش تحطوا فيه الاستراليس على مستوى التايم اوت الحالي؟ اعتقد انه راح يتحدث عن كيفيه، او على الاقل ياخذوا انفورميشن كيف ممكن يلعبوا، كيف بيلعبوا التيمبو ستورم في السايتس اللي بيمسكوها، فهذا الاشي بيساعد كاريغان كينج ام ليدر وزونيك ككوتش انهم يختاروا ايش الخطه المناسبه عشان الدفاع تبع التيمبو ستورم، يعملوا له بريتش يكسروا من قوته، او على الاقل يجيبوا فيه الدامج المهم اللي يكملوا فيه للراوندات الجايه. يعني يتبقى لهم زوز روندات فقط، يعني التيمبو ستوم عندهم الحق في خطأ واحد، خطأ. وكيف ما قاعدين نلاحظوا لاعبي الاستراليس حاليا عندهم القاعدة المالية، تمكنوا من ايجاد اوب عند زايباكس اللي ممكن يدروبيه للاعب ديفايس، واكيز عند بقية سكواد. يعني نتصور انهم حاليا الاستراليس مش يحاولوا يذهبوا مش يحاولوا يبحثوا على الميد كنترول في وقت اللي هاني يتوجه للفي سي في بلاست اول اوف مايستر المره هذه. الان في نينجا ديفيوز من سناكس في الفيس فيرسس في بي في ميراج 1 فيرسس 5، وسناكس عمل نينجا ديفيوز. ايش قصه النينجا ديفيوز في الجروب بي اليوم؟ والله ماني عارف جروب بتاع نينجا صديقي، يعني قبل شويه تيمبو ستار عملوا تو نينجا ديفيوز، والان سناكس بكمان نينجا ديفيوز، يعني في انفيرنو كذلك نينجا ديفيوز نتاع شكون يا ربي نسيت شكون، حسيت برشا نينجا ديفيوز اليوم على عزله على بعض. يعني الجروب تو صدق مجموعه غريبه، يعني صحيح اقوى
في رقم متواجده في الجروب 1، لكن الجروب 2 ظهر لي انترستينغ اكثر، فما اكثر يعني مواجهه، فما اقتراب اكثر على مستوى الفرق، ما نعرفش فما شو احسن يعني، فما فنيات كثيره على مستوى المباريات. المباريات حتى لو بنلاحظ انه لحديت اخر مباراه، لحد ما بدات المباريات بتاعت الساعه 8 او 9، بنلاحظ انه ولا مركز من المراكز الاولى الثلاثه معروف. يعني الفريقين استرال ستمب ستورم بيحاربوا على المركز الاول والثاني، فايز وفي بي بيحاربوا على المركز الثالث، يعني مين يوصل المركز الثالث. هذا الاشي ما شفناه امبارح في المجموعه، كنا عارفين في امبارح انه المنستي هو الاول وفناتك فقط وماو سبورتس ونافي، يعني كانوا في صراع صغير على الثاني والثالث. لكن هاي المجموعه بنلاحظ انه كل الفرق مش معروف مركزها لحد ما تخلص كل المباريات تبعت جروب بي. هذه انا حاجه واحده طبعا نستنى فيها هي اعاده انطلاق المباريات. تتبيتي تمبو ستورم يربحوها المباراه ولا استراليس؟ ناصر كان ناصر تنجم تعمل بول على الشات واللي يتمكن من انه يوجد الاجابه الصحيحه عنده من عندي انا فاما سيرفايفور في التست ده. جاوبني لا ها not worth it. مسختك مسختك ولا مسختك مرة أخرى. مش مشكلة، 14 10 عطونا عملوه لدي بطبيعة الحال جيف واي غدا الفاماس السيرفايفور. لكن خلينا حاليا عايشين اللحظة مع مباراة التيمبو ستوم استراليس اللي حاليا قاعدة تمتع فينا للغاية. تاع لاني لحد الان استراليس واحدين في مرحلة ال 14 10 معاد. سوري ما نعرف شنو اللي صار مع المايك. نرجع اذا للمباراه معكم، وكيف ما قلت اذا استراليس مازالوا جالسين على نتيجه 14 10، فمش تقدم من عند الفريق الدانش حاليا امام جدار صد قوي وعتيد بالتمبو ستوم. يعني لاحظوا سبليت 3 0 2 محاوله نتاع السيطره على مستوى المين، ممكن دايفرجن من عند اللاعبين زايباكس اريجن اللي حاول يمر بطبيعه الحال. لاحظوا الروتيشن ممكن كان تتم، ليه مازال في انتظار من لاعبي تمبو ستوم يعرفوا انهم الاستراليس يلعبوا على استراتيجيه بطبيعه الحال البحث على الدايفرجن الاوبن عند هاني يتخلص من كاريجن سقوط كجامبي زايباكس كذلك. حاول اللاعبين فقط دوبري يتلقى هات شوت عند لاعب شو تايم. اخر لاعب على قيد الحياه هو ديفايس 100 هيت بوينت واوب على يدي مزيان على الاخر سكوب من عنده لكن غير كافي، وفيلبس يتمكن من انه يتخلص منه 14 11 بدل ايام الفقر لاستراليس. يعني ما بعرف هم في ايش تحدثوا في التكتيكال بوز اللي اخذوه، لكن احنا الملاحظين انهم ما غيروا شيء، حاولوا فقط انهم يدخلوا على البي سايد من غير اي سموك من غير اي فلاش، فقط الديفايس داخل بالاوب وشو تايم موقف من حدهم. يعني ما اعتقد انه هاي الخطه اللي تحدثوا عنها في التكتيكال بوز، خاصه انه ما استفاد منها باكثر من كل واحده على فريق تمبستور. ما نعرفش بالحق شنو هي الخطه، والله سؤال حير الملايين معناها صاحبي احمد. شنو حكيو بالضبط لاعبي فريق استراليس في التكتيكال بوز؟ بوستون بطبيعه الحال ياخذوا هديه من عند استراليس وهي الايكو راوند الحالي على كجومبي يتمكن يجي الهات شوت على منافسه فيلبس، وتمبو ستوم بولز اساسا يلقى نفسه تريبل من الراوند 12 للفريق البرازيلي. فول باي في مناسبه اخرى عوده الاوب على اي دي ديفايس، واستراليس في وضع سيء نسبيا مع تمبو ستوم اللي قاعدين يقتربوا من تعديل النتيجه تو راوندز فقط. الان بنلاحظ من السكور بورد انه ديفايس دوبري المفروض هم دائما يادوا في المباريات الكبيره هم اقل اثنين، يعني كاريجان زيبنكس وكي جي بي هم الليدرز على السكور بورد. فاذا البروز او الستارز تاعونك في الفريق ما بيادوا راح تكون نتيجتك يعني اصعب من هيك. يعني المفروض الان على الاقل ديفايس ودوبري يبداوا يعملوا المطلوب منهم، يبداوا يدخلوا بالانسين هيد شوتس والانسين انتريز. والان بنلاحظ ان ديفايس وهذا اللي يحصل بالضبط، هذا اللي يحصل ديفايس وكان جامبي يقلبوا الوضع حاليا على لاعبي التمبو ستوم. استعمال
الممتاز للسموكس حاليا من عند الفريق الدانش، حيث لنا انتظار على مستوى البومب سايت تغطيه ممتازه من عند لاعبي الاستراليس حاليا، حيث كذلك الكروس فاير اللي كان مطبق ما بين الهاي واي والبومب سايت، مستوى الكواد بطبيعه الحال دوبري زايبكس وكاريغان قاعدين يتلاقوا في ديفايس كبير، ديفايس ممتازه المولوتوف من لاعب لوكاس يتخلص من منافسه ديفايس، او مازال متواصل 14 12 وفريق التيمبو ستورم لازم يتشبث باماله، ممتازه المداخله من عند اللاعب لوكاس يسقط في هاتشوت من عند منافسه دوبري وكاريغان الراوند ويعدل النتيجه الاستراليس 15 12 الى حد الان، بدايه النهايه للتيمبو ستورم او انتصار الاستراليس احمد. انتصار الاستراليس يعني بيقرب الان، لكن تيمبو ستورم ما بنقدر نقول انهم ما حيقدروا يجيبوا الراوندات الثلاثه الباقيه، خاصه وانه يعني طريقة لعب التيمبو ستورم متغيرة من راوند لراوند، وهذا الاشي اللي بصعب على الاستراليس مهمتهم، فالان يعني محتاجين تيمبو ستورم منهم يبقوا على المايند سيت اللي عندهم، واعتقد ان هم اقرب للكمباك من استراليس فوزهم لهذا الجيم، تحليل شخصي يعني طبعا. هذا اللي تأملوا انت صراحة والله. تتمنى من تيمبو ستورم ينتصر. تحب اوفر تايم تحققتني يا صاحبي وانا اوه هاني وفيلبس اسم دوبري وكاريغان والله في مناسبه اخرى البومب سايت اي ديفايس تخلص من هاني اللي قاعد في نفس البوزيشن لكن الاوبا بتاع فريق الاستراليس من انه يلقى البيك اب على منافسه تغطيه ممتازه من عنده في مناسبه اخرى يتخلص من بولدز ولحد الان لعب ديفايس بدبل محاوله بتاع التغطيه من لاعبي تيمبو ستوم على مستوى البومب سايت اي بلد يحضر بطبيعة الحال زايبكس على مستوى الكواند كما اللي ياخذ ديفايس ب 14 هيت بوينت يحاول يغطي على الوايت كار اي واي في ممكن امكانية مرور لاعبي تيمبو ستورم من المواقع تلك، يعني اللي ياخذوا لي فيلبس ممكن يبحث على منافسه كجامبي يسقط او بطبيعة الحال على ديفايس مازال متخبي على مستوى المين وسقوط اللاعب كجامبي ديفايس يبحث على منافسه ما يلقاش بطبيعة الحال سكوب هاتشت مع فيلبس على الزايبكس سبب بالوضع 14 هيت بوينت على ديفايس 1 في 1 تيمبو ستورم في كارثة ممكن لهنا ونلاحظوا ممتاز الفليك من لاعب استراليس يتمكن من تسديد الراوند 16 لصالح الفريق الدانش ممتازة على الاخر المباراة. يعني التيمبو ستورم اعطونا بصراحه مباراه ممتعه على الرغم انه 13 2 خلصت الفيرست هاف، لكن هم قدروا انهم يعني حاولوا يرجعوا وفعلا حاولوا يرجعوا واعطونا مباراه ممتعه صراحه، لكن في الاخير ديفايس بعد ما استفاق من النكسه اللي هو بدا فيها الجيم جاب الراوندين 15 16 اللي كان الاسترالس بيحتاجهم عشان يوصل يكون الاول على جروب بي ويطلع على نصف النهائي مباشره. ممتاز حبيبي احمد، يعني هذه كانت اخر مباراه لنا لسهره اليوم، ناصر غدا وقتها يبداوا الكوارتر فاينلز نص نهار ونص على الساعه 12:30 غدا بتوقيت تونس جي ام تي بلس 1، لازم تكونوا حاضرين معنا غدا للانطلاق نتاع الكوارتر فاينلز واول مباراه تنطلق ما بين النافي والتيمبو ستورم. ناصر احمد ايش رايك؟ نافي يعني من سوء وحسن حظهم في نفس الوقت انهم دائما مع فرق برازيليه اذا مش مع اللومينوسيتي، هم تيمبو ستورم اثبت جدارته في مابس متعدده، لكن الماب بول تبعته قريبه جدا قريبه نوعا ما عفوا من الماب بول تبعت النافي، بالتالي راح نشاهد مباريات ممتعه مباريات مشوقه والفريقين قادرين على انهم يادوا فيها، خاصه وان النافي يعني عادوا من النكسه اللي بداوا فيها في الراوند ايه، وتيمبو ستورم جابوا اعتقد او فور وينز صحيح جابوا 3 او 4 وينز في هاي الجروب، فهذا شيء يعني بيعطي مؤشر على انه الكوارتر فاينل الاولى اللي حنشاهدها بكره حتكون ناريه وممتعه من طراز جيد جدا. اوكي اذا احمد نشكر بعضنا من على اليوم ونقولوا الى غد ان شاء الله. ان شاء الله. لكن نشكر قبل كل شيء المشاهدين نتاعنا اللي كانوا متواجدين على الشات. ناصر شنو هي نتيجه في بي ومباراه في بي؟ نصور في بي انتصرت. الفي بي لسه الان مباراتهم شغاله ولا لا؟ خلصوا؟ مكتوب لسه مش ما حددوا بالضبط اذا خلصت ولا لا، بس خلينا نشوف هي تقريبا نعم 16 13 البي بي خلاص انقذنا بالنتيجه
الفي بي 16 13 ممتاز 16 13 نايس في ميراج. اوكي اذا اصدقائي صديقاتي نشكركم على حضوركم على مستوى ستريمينج عرب إسبورتس. ما تنساوش تضغطوا على الفولو اللي باش يدخلكم في الجيف واي نتاع الهانتسمان كرينسون ويب، وبطبيعه الحال واحد من الفولورز نتاعنا باش يتمكن من ربح النايف هانتسمان كريمسون ويب فيلد تيستد عند وصولنا الى 1000 فولور. نشكركم على متابعتنا ونقول لكم الى غد ان شاء الله مع عرب اي سبورتس، مصدر الاي سبورتس العربي ليكم.